وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فجامعة ستانفورد كان في بحث اتعمل، يعني أسئلة بتتسأل للناس اللي على فراش الموت، عدد كبير جدا من الناس بس بيتسألوا في آخر لحظة في حياتهم. معظم الناس دايما كان ردها إيه؟ إحنا ندمانين إن إحنا ما عشناش حياة ليها معنى، إن إحنا كنا ناسيين الموت طول حياتنا. عشان كده كان يقول الشاعر ذاكره يكرم بالقناعة، بيذكر الموت بيبقى عنده قناعة لأنه عارف إنه عاش حياة ليها معنى. اللي بينساه بيندم إنه نسيه في لحظة من اللحظات في الدنيا وفي الآخرة. كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. مثلنا مثل ناس نايمة وإحنا هنا في الدنيا، فلما بنموت بننتبه بنفوق. هي دي لحظة الفوقان. إلا الناس الصادقة في البحث عن الحقيقة بيموتوا جواهم قبل ما يموتوا، موت قبل أن تموت، بيموتوا الحتة اللي في النفس اللي عايزة تعيش للدنيا بس، دي بتنتهي. الأمارة بالسوء اركني، أنا عايز الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ مش هستمتع لحد ما أفهم إيه الحقيقة، إيه الإجابات عن الأسئلة الوجودية، إيه مصدر الكون، إيه مصدر قوانين الطبيعة، إيه مصدر الحياة، إيه مصدر وعي الإنسان، إيه مصدر الحاجات دي كلها. أنا عايز أفهم وإيه دور الإنسان على الأرض، لو فيه في معنى ولا ما فيش. هتقولي من الآخر في معنى لحياتي ولا ما فيش، مش عايش في النص، وهيحصل لي إيه بعد ما أموت، بقى أبعث ولا لأ. عاوز أفهم لأنه هيفرق جدا حياتي هتبقى عاملة إزاي. لو بعد ما أموت مش هأبعث، هعيش حياة مختلفة تماما عن لو بعد ما أموت هأبعث. يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالإنصاف في البحث عن الحقيقة معنى ممكن نقعد نتكلم فيه ساعات وساعات وساعات، لأنه هو ده اللي بيوصل الناس إلى الله مهما كانوا في السبق من أوله، اتولدوا في أسرة شكلها إيه، في بلد عاملة إزاي، حاجات حصلت لهم في حياتهم عاملة إزاي، بعادتهم، كل ده مش مهم لو الرغبة موجودة جوه، وهي موجودة للي بيدور عليها بجد وما يغطيهاش. وده حقيقة الكفر، تغطية الطبيعة بتاعتنا، تغطية الفطرة. لو الرغبة موجودة جوه هيوصل وهتجتاز كل المشاكل إلى أن تصل إلى الحقيقة. ولو مات قبل أن يصل هيبقى ربنا عالم أنه أخده قبل ما يوصل، لأنه عجبه حاله، لأنه راضي عنه. الحال ده صح، أنت بتبحث عني، أنت ما عشتش بس للذات للشق الحيواني أو البهيمي اللي فيك، أنت عشت للمعنى، أنت دورت عليا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. دايما بتأثر لما افتكر سورة قاف، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. ده الغطاء اللي هو علينا هنا حجاب في الدنيا بس، لما بيتشال كل حاجة بتبان. مش كده ربنا بيقول ايه؟ فبصرك اليوم حديد. هي دي اللحظة بجد للمخلوق بيلقى فيها الخالق وبيعرف الحقيقة المطلقة بجد، بس لما ربنا يأذن له انه يرى. دي بتبدأ من هنا في الدنيا لما بنجاهد نفوسنا ونقول لها يا نفس انا عايز الحقيقة، سيبك من كل الشهوات وكل الحاجات دي. يا بخت الانسان اللي بيبحث. وخسارة انه في ناس باسم الدين النهاردة بيقعدوا يعملوا الشباب المتسائلين او المتشككين كأنهم ادنى منهم عشان بيشكوا او كده، مع انه سبحان الله اللي بيدور على الحقيقة بجد ارقى بكتير من اللي اصلا ما فكرش فيها وبيقول انا مالك الحقيقة المطلقة وانا حماة الدين وانا وانا، وهو اصلا الى الان ممكن يبقى من جوه مهزوز عشان كده ماشي يكفر الناس كلها عشان يطمن ان هو الوحيد اللي هو صح. شتان. ربكم اعلم بما في نفوسكم. الباحث عن الحقيقة بجد بيدرك ان الدنيا بتفنى فما بيتعلقش بيها، وبيتجرد وبيفضل يدور على معنى، معنى حقيقي للحياة. وكتير من الباحثين عن الحقيقة بيوصلوا لأسمى معنى ممكن تصل إليه نفس بشرية، لا إله إلا الله. وبيدخلوا جواها بقى بعد ما عقولهم بتوصلهم على الباب، بيبتدي وجدانهم يدخل ويسيطر عليهم المحبة الحقيقية للإله. عرفوا الحق بجد فأحبوه سبحانه وتعالى وأحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية الثانية والذين آمنوا أشد حبا لله. لما الحب ده يدخل أولا هنا إبليس بيبطل يفهم، هنا إبليس بيتحجب ما بيفهمش، لأن هو ما عرفش أصلا يعمل العلاقة دي مع ربنا لأنه تكبر.
أبى واستكبر وكان من الكافرين. بيبطل يفهم الحتة دي، وعشان بيبطل يفهمها بيبطل يعرف يتدخل فيها، فبيفلتوا منه الناس دول. وهو ده المعنى بتاع قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا، واستثنى نموذج، إلا عبادك منهم المخلصين، الصادق في البحث عن الحقيقة من عباد الله المخلصين. حضرتك طلبتني؟ أيوة رشا، كنت عاوز أسألك على آدم. معرفش عنه حاجة، وقفل تليفونه. طب ما بيجيش الشغل ليه؟ مش عارفة. أنا حاسس كده إن أنا زعلته لما كلمته المرة اللي فاتت. بالعكس، ده أي مدير تاني مكان حضرتك كان رفضه من زمان. طب من فضلك بس اديني عنوانه عشان أروح لو سمحتي. أنا أفتكر إن هو أصلاً ما بيباتش في بيته. طيب يا ستي، لو عرفتي أي حاجة بيبلغيني. حاضر. ولو عايز أي حاجة ودي يا رشا من فضلك. حاضر. أوكي، شكراً يا رشا. شكراً على إذنك. كمال تعال معايا بسرعة على المكتب، أميرة شكلها تعبان شوية. مالك يا أميرة؟ في إيه؟ لا مفيش، أنا كويسة. مش قلتلك تقولي لعم سيد يجيب كوباية مية؟ ما أنا قلتله وجاي دلوقتي جاي. إيه يا جماعة أنا كويسة ما تقلقوش. تحب نروح مستشفى؟ يا سلام، فرق معاك قوي يعني؟ أنا ماليش غيرك. أنا حامل. بجد؟ بجد؟ أنت كده هتصالحيني غصب عنك. بمزاجي. ألف مبروك يا ولاد. مبروك يا أميرة. ألف مبروك. ألف مبروك يا كمال، ربنا يتمم لها بخير يا رب. مبسوط؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قولي أنت سمعت على الإمام الحداد؟ أنا بصراحة ما أعرفوش. استنى أسمعك حاجة. تلعب مزيكا؟ شوية. في أبيات كان كتبها الإمام الحداد فكرني كده بمعنى بتاع المخلصين، عباد الله المخلصين. ومرة لقيت نفسي كده من غير ما بفكر يعني حطيت لها اللحن ده، الحالة دي كان نفسي أسمعها لك. كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى المواني، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري.
كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ايه يا رشا؟ ما تتجوزيه بقى وتخلصيني. هو مين ده؟ تتجوزيني؟ لا. على سنة الله ورسول. على فكرة أنا بقيت واحد تاني خالص. بقيت آدم جديد.